صباح الخير مشاهدي انتي ان مشاهدي نايل لايف، اهلا بيكم. حلقه جديده من نهارك سعيد على الهواء مباشره لمده ساعتين. هنكون معاكم انا ودينا وشريف، ويا رب يبقى نهار سعيد. صباح الفل يا دينا. صباح الفل يا شريف. صباح الفل يا عايده. صباح الفل يا دينا. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. صباح الخير. صباح الفل. يمكن النهارده عندنا فقرات كتيره جدا في نهارك سعيد. طبعا بنبتدي دايما معاكم فقره الصحافه، وهيكون معانا الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري، الصحفي في جريده مصر اليوم. ان شاء الله بعد كده هيكون معانا ان شاء الله يكمل. ان شاء الله بعد كده هيكون معانا فقره خاصه جدا عن فن الجبلان. طبعا ناس كتير جدا بتحب تقتني لوحات معموله من الجبلان في بيوتها، سواء لفنانين محليين او سواء كان فنانين عالميين. عشان كده هيكون معانا معرض خاص جدا اقيم في قاعه صلاح طاهر بدار الاوبرا المصريه، وهو للفنان التشكيلي محمد عمار، واللي هيكون موجود معانا النهارده عشان يتكلم عن المعرض وعن فن الجبلان في تاريخ مصر المعاصر. اللي هو ايه الفن الجبلان ده؟ اللي هو اللي زي النول، اللي هو بيتعمل من الخيوط، فاهم قصدي؟ يعني بيبقى اللوحه معموله مغزوله. ده ظريف جدا. ده غير طبعا، عشان انا تعرف ان فكره ان احنا نستوعب الفنون صعبه بالنسبه لامثالي على الاقل. ليه؟ يعني لانه ساعات ما بيجي لك لوحه فاضيه فيها بقعه لون، يقول لك ده فن الله، وبتبقى بالاف الجنيهات. ولازم لا، انا كمان اللي بيلفت نظر الشرح، دي حالة الإنسان وهو ندمان. ندمان دي حالة ندم الإنسان. فبتبقي مش فاهمة كده يعني إيه اللي بيحصل. عندنا فقرات تانية النهاردة. أكيد كنا متابعين إنه جماعة الإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة الزراع السياسي مقررين إن هم يعني يسيطروا على كل الحاجات الحيوية في الدولة. الجهاز المركزي للمحاسبات في كلام على إنه أو في تم طرح قانون علشان يبقى تابع لمجلس الشعب اللي هو فيه أغلبية حرية وعدالة، اللي هو بالتبعية اخوان مسلمين، فبالتالي هم عايزين انه يبقى تحت ادارتهم، ومقترحين تفاصيل علاقه بالقانون، انه الرئيس يبقى بالانتخاب من عندهم. يعني هنفهم تفاصيل اكتر عن هذا المشروع ومشاريع اخرى او مشاريع قانون، يعني قوانين اخرى، من ضيوفنا اللي هيكونوا معانا النهارده، وهم من رابطه رقابيون ضد الفساد. هنفهم ايه القانون المقترح وايه القوانين او ايه القانون اللي هم مقترحينه عشان الجهاز المركزي للمحاسبات، وربنا يستر. ربنا يستر فعلا، لان انا كمان امبارح على تويتر لقيت في منشن جايلي من نائبه موجوده في البرلمان، كانت بتقترح بعض القوانين الخاصه بالمراه وبعض القوانين الخاصه بالتحرش بالمراه، عايزه تلغي ده، وبتلوم الموضوع ده على المراه. ففي شويه حاجات احنا اللي غلطانين فعلا. دايما احنا اللي غلطانين فعلا، بدل ما في غير قانون الخلع كمان. طيب خلينا، احنا عندنا فقرات كتيره جدا بس وقت المقدمه عندنا انتهى، فخليكم تابعينا وتابعوا معانا باقي فقراتنا. رك سعيد. يلا نبتدي. هقول لكم فقرات.